الحالة الجوية اليوم الاثنين الموافق 23 من شهر أيار 2022 تأثرت محافظة نينوى بموجة الغبار التي نوهنا عن توقع حدوثها عن أكثر من تقرير جوي صدر عن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وتأثرت مدينة الموصل خلال الساعات الصباح الأولى بتلك الموجة وتردي مدى الرؤية إلى مديات متدنية دون الألف متر. كان مركز الموصل هو الأقل تأثرا بالموجة. بالنسبة المناطق اللي خارج المحافظة قضاء الحضر والشرقاط وربيعة وتل عفر طبعا القحطانية هي كانت تأثرا بموجة الغبار اللي موجودة، علما أن باقي مدن البلاد في الوسط والجنوب تأثرت بشكل كبير بتلك الموجة وانعدمت مدى الرؤية فيها إلى ما دون 100 متر في بعض المدن. يتحسن مدى الرؤية بشكل عام ويبقى الغبار العالق خصوصا في الأقسام الجنوبية من المحافظة اللي يزول تدريجا حتى يوم غد بإذن الله تعالى. درجات الحرارة الصغرى اللي تم تسجيلها لهذا اليوم في دائرة الأنواء الجوية هي 23 درجة مئوية، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي 30 درجة مئوية. طبعا بالنسبة للرياح ستنشط قليلا نهار اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة لإرشاداتنا وتنويهاتنا للمواطنين، لا ينصح بالسفر خارج المحافظة في أوقات العاصفة الترابية. عندنا عند تبليغنا بالتقرير الصادر من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي للمواطنين، وكذلك لا ينصح بالتعرض المباشر للغبار من الجميع وخاصة مرضى الحساسية والتنفس والربو.